علاقتي بديك البنت كانت واعره بزاف. شاري لي سرت لا كنزاج زاد كتاف حتى الدريات اصلا اخويا راه قالت صاحبي لا والو اخويا باطي لا فاميليا استودو مرشي وشوف تشوف واش نشري ليها. غير دابا طالب اخويا سير رفع بها دعوه شو الايفون بحال اللي عندي اييه جاتو في الجزائر. اذا كنت من المتابعين اشترك الان في القناه ديالي ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس. الدراري مسكين الدراري عرفتو كان معاه في الناس بالدارجه مع دوك الدراري وتا هو راه كان ديجا معروف هو قبل منهم حق لا راه ما كانوا معاه السيد راه العالميه راه قبل منهم مسكين كان كيشري بحال هكا المرسوك هذا خطيبته كانت خاطبو يا شو شرا لها اييه تعرفوا الدراري هذا شو شاري لها هند سين فينس شاري لها الزبر ديال دي الماباغ انترنيت شحال ليه شحال واد هذا سميتو هباط شو هنايا الايفون ميني 14 هباط ياه في الاخر الدراري مسكين ها هو دار ستوري كيشرح العلاقه ديالو وياه ها هو هباط. بالنسبه للخبر اللي بدات تسيركولي دابا بلي انا وصوفيا حيدنا لي بوست داكشي وصافي حبسنا داروا لي مسحور صاحبي ميسي كيطيح في اقوى الدوله ديال ما ديال السحر هي امريكا صاحبي امريكا الشماليه امريكا اللاتينيه ديال ما اقوى بوليفيا كطلع لواحد الجبل تما تمغط ديال مو اللي بغيتي ومالهم سحروا لميسي وانطوني ما حيدوا من بالكم هذا السحر مالهم سحروا لي انا علاش ما سحروش لميسي ولا سحروا الله يهديكم هذا الشيء كذا راه كاين ولكن راه قل راه قلوا اصلا دراري هذا البلان هذا ديال السحر والشعوذه وكذا واللي كيشعوذوا راه كاين راه كاين راه كاين مهما قالوا الله عز وجل ذكروا في القران الا هو شي حاجه كاينه بلا ما تجادل فيها ولكن ما بقاش بحال اللي كنقولوا كره ما بقاتش في البرازيل جا الوقت اللي نقدروا نقولوا كره ما بقاش في البرازيل مني ولا برازيلي ما كيكونش في الثروه توب وان ديال العالم ديال كوب ديال 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 الكره الذهبيه ما كيكونش برازيلي اذا ما بقوش اهل الاختصاص اللي كيعرفوا يديروا الطقوس ديال السحر داك السحور وداكشي في دول ديال الماليه بلاصه السحر في افريقيا علاش المغرب هادشي ديال السحرت لي وكذا راه ما بقاش بلا ما تبقاو تايقوا داكشي وداكشي ديال دار القبول دارت القبول حتى داكشي راه ما كاينش كدوت كان داير القبول كره قنانه كره ولكن نديروا لي قنانه واه اخويا قنانه بالقبول راه قنانه راه ولي كيدير القبول ديال المغرب المشاهير ديال المغرب كيديروا لي قنانه كور كان القبول يداوي داوي خوخايا الخوخ كره ما عادش طرا كان القوخ كذا واش حيدوا هادشي من بالكم الدراري نسمعوا الدراري هبطي سمعوا واش قال سمع الاغنيه انا نسمع لها اخويا الله يحفظك انا نسمع لها بلاش غنسمعوا لها هبطي مالو الاخبار اللي بدات تسيركولي دابا بلي انا وصوفيا حيدنا لي بوست داكشي وصافي حبسنا درت هاد الستوري هادي باش نكونفيرمي لكم بلي راه يعيش سماونا بنغلاديش نورمالمون فاش يكونوا شي جوج مع بعضياتهم ما حد الوقت كيدوز وما حدهم بجوج كيديفلوباو في بزاف ديال الحوايج عقلهم كيبقى يتبدل و تيخص ليكم تحاولوا ديما يتبدلوا مع بعضياتهم وبعض المرات كاينين دي شونجمون اللي راه كيبقاو يطراو في كل واحد اللي ما تيكونوش هذا باش كيبرر زعما علاش تفارقوا هو وياه بحال الشونجمون اللي كيطراو في الاخر ومالوزمون هادشي هذا اللي راه طرا لينا ما كاين حتى وحده تنسي في القص ديال فيتنس بالدارجه القص ديال فيتنس بالدارجه مقود اصاحبي داك كيطحن الدجاج اصاحبي ودير الكمون والله في موني نيكس عنده قص مقود اصاحبي المرات صاحب احسن صاحب هو اللي فيتنس بالدارجه يعيط لك يقول لك جا راه كاين شي طاجين احسن صاحب ملي كتوصل لواحد النيفو في الحياه اللي هو كتولي تقلب على شي صاحب بحال هذا تحيت تقول لك شوف راه كاين واحد الطاجين اليوم بالبطاطا وكيلو ديال الدجاج جي يلا جي راه كيبقبق سمع هو كيبقبق احسن صاحب هو هذا وكيضحك معاك ويخرج معاك وكذا وهذا هذاك هو الصاحب حتى حاجه ما تنسيه فيه ناس بالدارجه عشير واعر كانوا شي حوايج اللي هو ما ديفلوباش هو بقى مع ما قديناش نتفاهموا عليهم وصافي كان احسن ديسيزيون هو انه صافي تحبس جاتو في الجزائر التليفون اللي خديتي ليها واستنسلها وتبردي لها وبلا من السفارات وكذا شنو هو مشيتي اش درتي في الصرف الجزائري واش قسمت الايرات هذاك الشيء عاودت قسمت على النص ولا رديت لك داك الشيء راه ماشي العيب تكون ما قاريش عيب هو ما تفهمش كلامنا فهمتي دابا انت دابا ملي تفارقتي التويه اش درتي التويه في القيمه السوقيه داك الايفون اللي خديتي ليها وفي الخطوبه والخاتم شنو درتو داك الشيء الا تفارقتي معاه ورديتي داك الشيء ديالك راه حنا مالك ولكن الا ديت لك واخا غير السير ديال ديك السبرديلا راه كاين ما تجيش تقول لك هي دري واش ما تقول لك هي قضيه انايا واخا ما كانتش هذه هي البلان كاع ما كانتش هذه هي النيه كاع ما شفت من هذيك البنت غير الخير إيه كنظن بلي راه حتى هي ما شافت مني غير الخير ما درت لها حتى شي حاجه خيبه ما دارت ليا حتى هي حتى شي حاجه خيبه كانوا دي شونجمون في القناعات اللي صافي ما قديناش عليهم بجوج دونك شفنا بلي احسن قرار كان ممكن ان ناخذه بالكم على الاداره هو نحبسو علاقتي بديك البنت كانت واعره بزاف إيه للاسف كيطراو شي حوايج بحال ما هكا كيبغيهاش كانش كيبغيها والحياة من بعد تستمر تخصك تأكسبتيهم وتعرف بلي راه هادشي هذا تيقدر انه يوقع وتتموفيهم ايوا لا يا الحمار غنصرفك دينا
واخا انا مورينيو، واخا انا يا مورينيو ما تعيرش حتى شي واحد، لانك ندوانوي ما تنقص تعيرو غندينا امك كتنقص مالك ايه. اش سمونا بنغلاديش فين ولاد السيف، فين ولاد السيف هاد الكتبه غيطا، اجي نجبد امك من قمه التسلل بلاش غنجبد ما مشى مسح مسح ودي لك واخا جوزي مورينيو. اسكت نتايا، علاقتي بديك البنت كانت واعره بزاف ايه للاسف كيطراو شي حوايج بحال ما هكا، والحياه من بعدا تستمر تخصك تاكسبتيهم وتعرف بلي راه هادشي هذا تيقدر انه يوقع وتتموفيو. ايوا احسن واحد هو انا غيزلان وما عقلتش عليه، ماشي غيزلان كا شوف غيزلان لا ديفونسي بيان مي اتونسيون ليا الشيخه كنزاج زيد كتاف لا ديفونسي بيان مي اتونسيون ديفونس راه مزيان ولكن حنا نردوا البال ما اتونسيون ما غيزلان راه بغات تهبل ليا غيزلان، غيزلان راه بغات تسط عليا دو ليا كايا ماما بغات تدوي معاك خالتي تقول ليا كي غادا معاك هاد البنت صافي خدمها كداني راه مرات تلقى وليت خدمك تصحاب الحياه هكا مفكيش معايا جات المغرب مره اخرى ونفك معاها. قالت لي جي قلت لها ما خلاتنيش ماما وي بغيت تضحك معايا، قالت لي ماما قالت لي تقداش وكتحكم فيك وانا اللي نطت معجنت وتصنت الاغنيه ديال سيتي الحبايب ولا تصيفط لها اوديو. قالت لي اخر مره لدينا امك وسدك سرك عشت اللقطه مع الاوديو باش يوصل فيلينك سرك تضافي. قلت لها الجب ديال الوالده انا غنبلوكي ديال امك وعمرك ما باقا تدوري جهبلت على تا خدمه تولفت جيب الصح كدا يوليو يضربوك بها فهمتي هو باتريك بيان ولكن ما خويا الله يعاون العونات هاي الق ما عندها باسبور زرق. عمرك سمعتي بان عرفتي بان كاين باسبور زرق كاين حتى احمر عندنا حد ما عندها زرق. القوات المسلحه العظمى الامريكيه تحرك على قبلها، هي تحرك على قبلها جوا ارضا في الطبيعه بحرا جوا. عاودت لك ديك الجوال قفلت بها تحرك على قبلها القوات مثلا تعيط الامريكان في اي بي تقول لهم هذوك الفي اي بي اللي عندهم تما البوليس في اي بي تقول لهم راه واحد الدري حكى لي انا تا جات تحركوا جوا كما قلت لك براني. علاش على قبل داك الباسبور الزرق اللي عندي وما بغيتش ما عقلتش على الامريكان ولا ولا كذا ما عقلتش عليه. دابا غادي غير هنا سير اخويا صافي الدريات اصلا اخويا راه قالت صاحب لا والو اخويا باطي سير الله الله يرضي عليك سير عيش حياتك اخويا ولا كاين الفلوس ولا داك الايفون وديك السبرديله ماد ماكس اللي خديتي ليها وداك الشيء سير اخويا كون مشيتي عطيتي لامك وعطيتي لخوتك وعطيتي للناس القريب ليهم تبقى عايش واحد الحياه زوينه ويجيب لك الله بيت الناس. وانا جاب لي غيزلان فهمتي واخا تكون كما كنت عاد لهيت ليك ديروا رخي عاد لهيت ليك ديروا رخي حاولوا تبينوا ولو جزء بسيط منكم كيفاش كتعاملوا مع العائله الكبيره والصغيره ديالكم. علاش غير حيت كاين اجيال كيتفرجوا فيك باش يعرفوا بان العائله هي كل شيء. باش نقول لك بالسبليونيه انا نقول لك بالسبليونيه باش يفهم انا ما يفهمنيش بالعربيه بلاش نقول لك بالسبليونيه لا فاميليا اس تودو لا فاميليا اس تودو باش باش الدراري اللي عندك اللي متبعينك وكذا يعرفوا بان لا فاميليا اس تودو يعرفوا بان العائله هي كل شيء. انت كتمشي كداتك بحال اللي انت كتقول لي واسير عطي لصاحبتك راه الدراري هنايا راه كاين اللي زياد تصاصبي زياد عيد الحب كاين اللي باقي عنده عيد الحب وكيلبس الحمار راه يمشي هو غيبدا يقول لها اليوم عنده ويا الدريه ما فراسها والو عمر شي واحد ما جاب لها غتلقى شي واحد من هادو اللي متبعين بحال هاد العيد ديال شي صاحبتك علاش نجي صاحب انا مرتي وشوف تشوف مرتي وشوف تشوف واش نشري ليها واش المولى عمر عمرو شرى للمراه شي حاجه ولا بلا غير غني وما المراه خاصها تبقى في الدار خاصها تعرف بان ما لها وما لا عليها خاصها تبقى تقابل لا فاميلي دو ستودو طلع لي لا فاميلي دو ستودو طلع لي شي عائله اللي تبقى غادا محافظ باغا تعقل ما كنعقلوش على هاد القلاوي نجي مدانا نعطيها جوج ميوا هاكي صاحبتي علاش انا ما نبينش داك الجانب بانني كنعطي الوالده وخوتي وعايش معاها نتوما كتمشيو كدوش بين هاد شريتي لها علاش كتصور فيها علاش كتصور فيها علاش واحد اخر غتقول لي شو هذاك الشر صاحب الجو نوضوا لينا فيك نهار دابا مشات وخلات غير دابا طالب اخويا سير رفع بها دعوه رفع بها دعوه ديال بان ترجع لك شي لعيبه من المستحقات ديالك راه بزاف ديال داك الشيء شحال خسر عليها باجي فينو باجي فينو باجي شو شحال خسر عليها واش شو دابا ترجع للراجل الاستقرار ديالها شو هاد الفلوس اللي خسر لها راه تهنيك من تجد بريمات ولا بعد شو الايفون بحال اللي عندي ايه مديت ثلاثه كاس العال مات شفت بحال اللي عندي ثلاثه النجمات سبرديله شاريها ما عرفتش شحال قال لك ديري ديال الفلوس شاري لها سرت لها هي مضمه قداش ما عرفتش شحال دايره شي ديال الفلوس ملي كنقول شحال دايره الفلوس فايته 5 مليون تبارك الله الورد بوكي دو فلوس شاري لها دياموند هو في الاخر اخويا تفارقت هي وياه ما كاين حتى شهر ولا ما شهر راه دير خدمه هذه دير دير خدمه هذه لا ما كتوقعش ما كتوقعش حتى ما كتوقعش حتى سير الله يهديك صافي كتحب راسك تخلص تقول لي بغيتي شنو سميتو داك اللي دخلتو قبيله شنو سميتو هذاك اللي قلت لكم نجي نتعلم عنده لونغلي والقضيه فيها النصب راه خاص بوليتي تدخل هذه راه ما بغيتش نقولها حتى قلتيها نبحثوا في هذه القضيه نشوفوا واش صافي اخويا هو ساكت وانا غنبدا ننقص صافي اخويا دخلنا في هذه القضيه.